تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. صحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء، صبحكم الله بالخير والنور والعافية، وصباح التفاؤل، وصباح السعادة، وصباح الصحة. ويومكم إن شاء الله مستمعينا الأعزاء مليء بالنشاط والطاقة الإيجابية. دائما مستمعينا الأعزاء، الشعور بالسعادة والشعور بالتفاؤل له آثار إيجابية على صحة الإنسان. أرحب بكم مستمعينا الأعزاء في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة، اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعة نور دبي. وقبل لا نبدأ استعراض فقرات برنامجنا لهذا اليوم مستمعينا الأعزاء، أحب أني أرحب بفريق العمل المبدع معاي اليوم، فريق الإعداد من هيئة الصحة بدبي، وفي التنسيق والمتابعة الأخت ميرا الغفلي، وفي الإخراج دائما مخرجنا المتألق دائما الأستاذ وائل قواسمة. وأنا محدثكم عبد الله محمد جمعة، وأيضا مستمعينا من خلال برنامج صحة وسعادة دائما أرحب بتواصلكم معنا على الأرقام 600551414، وعلى الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. ونستعرض فقرات برنامجنا لهذا اليوم مستمعينا الأعزاء، ومثل ما عودناكم دائما فقرة الأخبار المحلية والعالمية، واليوم خبرنا لهذا اليوم تحت عنوان أشعة الشمس الشديدة تصيب بعض المشاكل لعيون الأطفال. أما مستجدات وسائل التواصل الاجتماعي وأهم المتداول فيها على صفحات هيئة الصحة بدبي، بتكون معنا زميلتنا الأخت أسمى الجناحي. أما اليوم فقرة التغذية، ومع دخول مستمعينا الأعزاء فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، يتعرض الجسم إلى فقدان الكثير من السوائل، فبتكون معايا اليوم عبر الهاتف الأستاذة فاطمة الخروصي، أخصائية التغذية العلاجية بهيئة الصحة بدبي، للحديث عن الأغذية والمشروبات التي تساعد على ترطيب الجسم. أما فقرتنا فقرة خدمات هيئة الصحة بدبي اليوم تحت عنوان تحديث بيانات شهادة التطعيم كوفيد-19، وبتكون معاي ضيف الأستاذ فاطمة الخاجة، مدير إدارة سعادة المتعاملين، وأيضا رئيس قسم إدارة مواعيد تطعيم كوفيد-19 بهيئة الصحة بدبي، للحديث عن تحديث بيانات شهادة التطعيم كوفيد-19، وأيضا بنتحدث معها عن أحد الخدمات المميزة اللي أطلقتها هيئة الصحة بدبي لإعطاء المواعيد عن طريق الواتساب. فهاي كلها مواضيعنا لهذا اليوم، ودائما رحب بتواصلكم معنا على الأرقام 600551414، وعلى الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. وننتقل إلى مستجدات وسائل التواصل الاجتماعي، ومعنا عبر الهاتف زميلتي الأخت أسمى الجناحي. أختي أسمى صباح الخير. صبحكم الله بالنور والسرور اخوي عبد الله، عليكم وعلى كل المستمعين اذاعه نور دبي. الله يصبحك اختي اسمى بالنور والعافيه. وشو عندنا اليوم من مستجدات وسائل التواصل الاجتماعي؟ خير عن موضوع التوعيه اليوميه اللي نحن نحطها والاسئله اللي نحن نجاوبها بشكل مستمر. امس كان هناك يعني اعلان نطلب فيه من الجمهور مشاركتنا بأفكارهم حول باقات صحية يرغبون بالحصول عليها في هيئة الصحة بدبي. الباقات أخوي عبد الله مثل الباقات العلاجية، باقات باكجز العلاج، أحيانا حتى ممكن تكون مع جهات خارجية، مثلا إحنا عندنا باقة الزواج اللي بين هيئة الصحة والإقامة ومثلا ومحاكم دبي. هاي باقات يعني باقات توفرها هيئة الصحة بالتعاون مع جهات خارجية وداخلية.
فحاليا باب الافكار والترشيح والقصدي المقترحات، ابداء مشاركه بالمقترحات وتقديمها مفتوح عبر الرابط الالكتروني اللي هو isuggest.dubai.gov.ae، وهو الرابط المخصص للمقترحات لتقديم المقترحات في النظام الحكومي الموحد لحكومه دبي. فممكن الأشخاص يقدمون أفكارهم حول الباقات اللي يعني يتمنون أن تكون متوفرة في الصحة بدبي، سواء كانت يعني خدمات طبية بشكل 100% أو إذا كانت خدمات مع جهات أخرى يتمنون أن تكون مثلا موجودة بتعاون مع جهات ثانية. إن شاء الله سيتم تكريم جميع أصحاب الاقتراحات المجدية والأفكار الإبداعية من قبل هيئة الصحة بدبي، وآخر موعد لاستلام الأفكار هو 30 يونيو. يعني حاليا الوقت متوفر من اليوم لين 30 يونيو، هو بيكون آخر يوم لتقديم المقترحات. دائما نشجع الجمهور في أنه هو يبدي اقتراحاته وأيضا الأفكار اللي تكون موجودة لتطوير الخدمات الصحية. في النهاية جميع الخدمات اللي نقدمها، جميع الخدمات المقدمة هي للجمهور. صحيح. أيضا من ضمن الأشياء اللي نحن دائما نأكد عليها هي الحصول أخذ الموعد المسبق قبل ما يعني نروحون مراكز التطعيم. وايد مهم أن يكون جميع مراكز هيئة الصحة بدبي هي من خلال المواعيد المسبقة. خدمات التطعيم متوفرة لحاملي إقامة دبي ومنهم 60 سنة فما فوق وحاملي إقامة إمارة أخرى وجميع المواطنين في الدولة. وايد أسئلة تصلني، هل ممكن لحاملي مثل تأشيرة الزيارة أو سياحة أو اللي يبون يجون بغرض السياحة؟ الخدمة متوفرة فقط لحاملي إقامة دبي ومنهم 60 سنة فما فوق من حاملي إقامة يعني مقيمين في دبي وحاملي إقامة إمارة أخرى أو المواطنين من جميع إمارات الدولة. تقريبا هالأشياء نحن يعني كنا مركزين عليها خلال 24 ساعة الماضية، ونتمنى للجميع الصحة والسعادة. شكرا. شكرا لك أسمى الجناحي على مستجدات وسائل التواصل الاجتماعي بهيئة الصحة بدبي. وأيضا مستمعينا الأعزاء، مثل ما ذكرت الأخت أسماء الجناحي بأن هاي مبادرة هيئة الصحة بدبي، الحقيقة مبادرة جميلة جدا، ومشاركة المتعاملين بطرح الأفكار وبطرح يعني المبادرات عن طريق الرابط الإلكتروني لهيئة الصحة بدبي e-suggest.dubai.gov.ae، وبإمكانكم تقديم أفكاركم ومقترحاتكم على الباقات اللي تحبونها أنتوا كخدمات صحية تقدمها هيئة الصحة بدبي لكم. وآخر يوم لاستلام الأفكار والاقتراحات 30 من هذا الشهر. بعد الفاصل مستمعينا الأعزاء، حديثنا اليوم عن الأغذية والمشروبات التي تساعد على ترطيب الجسم، وبتكون معايا عبر الهاتف الخبيرة التغذية الأستاذة فاطمة الخروصي من هيئة الصحة بدبي. خلكم ويانا فاصل وراجع. صحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء، مرحبا بكم سهلة، ورجعنا لكم مرة ثانية في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعة نور دبي. دائما نرحب بتواصلكم معنا مستمعينا على الأرقام 600-551-414 وعلى الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. وأيضا مستمعينا الأعزاء، تحت عنوان أو مبادرة حصاد الإبداع شاركوا بأفكاركم وبمقترحاتكم إلى هيئة الصحة بدبي عن الباقات، باقات الخدمات الصحية اللي تحبون توفرها لكم هيئة الصحة بدبي، وذلك عن طريق الرابط الإلكتروني لهيئة الصحة بدبي suggest.dubai.gov.ae. وأيضا مستمعينا الأعزاء، بيتم تكريم أصحاب الاقتراحات المجدية والأفكار الإبداعية، وآخر موعد لاستلام الأفكار هو 30 من هذا الشهر يونيو 2021. نرجع إلى فقرة التغذية لهذا اليوم تحت عنوان الأغذية والمشروبات التي تساعد على ترطيب
الجسم، ومثل ما تعرفون مستمعينا بأن مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة يتعرض جسم الإنسان إلى فقدان الكثير من السوائل نتيجة التعرق، وطبعا هاي يؤدي ذلك إلى الجفاف في كثير من الأحيان، حيث أن يحتاج الجسم إلى كميات كافية وكثيرة من السوائل لترطيب ولحماية الجسم من الجفاف. حول هذا الموضوع وللحديث يعني عن هذا الموضوع معنا اليوم عبر الهاتف الأستاذة فاطمة الخروصي، اختصاصية التغذية العلاجية بهيئة الصحة بدبي. أستاذة فاطمة صبحك الله بالخير والنور والعافية. أهلا وسهلا، صبحكم الله بالنور. أهلا وسهلا. الله يحييك أستاذة فاطمة، ونحن سعيدين جدا وجودك معنا اليوم في برنامج صحة وسعادة، وأنا الحقيقة يعني شكر وتقدير لكم على اختياركم الموفق والدقيق لهاي يعني العناوين اللي تكون دائما يعني متجانسة مع الظروف المناخية بشكل مستمر خلال السنة. طبعا مثل ما ذكرنا في البداية، مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة نتعرض نحن دائما أستاذة فاطمة إلى يعني فقدان السوائل، فأكيد نحتاج إلى معلومات من قبلك حول هذا الموضوع، فلو بتعطينا يعني فكرة عن أهم الأغذية والمشروبات التي تساعد يعني الشخص خلال المرحلة هاي على ترطيب الجسم، بحيث أنه يعني من المعروف أن إذا بدأ الجسم في موضوع الجفاف أكيد بتكون هناك بعض المضاعفات الصحية للجسم أيضا. صحيح، مثل ما تفضلت أخوي، هو أصلاً ترطيب الجسم حتى يكون مرات يكون من الداخل والخارج يعني، فعشان كل إنسان دائماً يرطب جسمه بشكل يومي، مو بس حتى على أساس إنه بس عشان الصيف، إحنا بشكل عام نحتاج إنه مثل ما تفضلت نفقد عن طريق التعرق على سبيل الله أو البول أو الوظائف الحيوية اللي إحنا نسويها نمارسها من الرياضة، فتؤدي إلى نقص شوي في معدل المكون الأساسي للجسم اللي هو الماء. صحيح. نحتاج من الخضروات مثلا أو الفواكه التي فيها نسبة عالية جدا من السوائل، ممكن نستفيد منها من ناحية الفيتامينات والسوائل، فبيكون تقريبا أغلبيتها تكون موجودة في الخيار، ممكن موجودة في الكرفس أو الكوسة أو السبانخ أو البروكلي، هاي من ناحية الخضروات ممكن تتجاوز نسبة الماء فيها أكثر عن 85%. أحيانا يكون بعد في الفواكه اللي تحتوي منها تكون مثلا في الطماطم أو البطيخ أو الفراولة والشمام، ممكن يكون في الجزر والتفاح والأناناس والبرتقال، أيضا ممكن نحصلها في المشروبات الطبيعية، نقصد فيها مثل منتجات الأبقار أو الحليب أو حليب الصويا، لأن أحيانا الإنسان يقول مثلا أنا أشرب الماء بس ما أكثر باقي الأطعمة هاي، بالإضافة صحيح. إلى اللي هو الماء الصافي اللي هو المفروض نحتاجه بشكل يومي على مدار اليوم عشان يرطب الجسم ويخلصنا حتى من النفايات الموجودة أو التخلص من السموم الموجودة في الجسم. نعم صحيح. أستاذة فاطمة، أكيد طبعا مثل ما ذكرتي نسبة السوائل اللي مفروض أن تكون دائما يعني نسبها متوازنة في الجسم ضرورية للجسم وضرورية أيضا لحماية الأعضاء اللي موجودة في الجسم. للأسف اختفاط منحن أو كثير منا يغفل هذا الجانب، لأن الجسم يحتاج إلى نسبة سوائل معينة في الجسم، وإذا خفت هاي السوائل أكيد بتكون هناك بعض الأعراض. فما هي الأعراض أعراض الجفاف أستاذ فاطمة، وما هي مضاعفات السلبية على الشخص أو حتى على الصحة العامة؟ هي طبعا من الأعراض أغلبيتهم تكون الشعور دائما بالصداع، وهاي اللي نحسها إحنا بالمرضى اللي يجونا دائما صداع، وأول ما نسألهم عن كمية الماء يكون كمية الماء اللي يشربونها قليلة. الدوار ممكن يحس فيها دوخة، ممكن يحس مثلا عدم تركيز، تقلب في المزاج مثلا، ممكن يكون حتى أحيانا عشان ينزلون أوزانهم عندهم صعوبة في نزول الوزن بسبب أن نقص كميات الماء اللي يشربونها خلال اليوم، فتلقى هاي الأشياء تأثر على الإنسان سلبا من ناحية حتى نقص المناعة، تسوي له اضطرابات في الجهاز الهضمي، يكون أحيانا عنده نوع من الإمساك بسبب نقص الماء مثلا في الجسم، حتى يأثر على البشرة بشكل عام أو تساقط الشعر، التجاعيد، الجفاف، كلها أسبابها كلها من نقص الماء. فدائما احنا ننصحهم على مدار اليوم يشربون سوائل ويخففون فترة المساء بعد المغرب مثلا التخفيف منها،
ودائما اذا هو انسان مثلا من النوع اللي ما يحب يشرب الماء بكميات كبيره، بس نذكر له الاطعمه اللي فيها الغنيه بالماء، فيها املاح ومعادن وفيتامينات، بحيث انه ما تنقص حتى عند الفيتامينات والمعادن. صحيح. استاذة فاطمة، يعني الجانب المهم ان يعني احب ان ايضا انت يعني تذكرينها اليوم من الناحية العلمية، بان في بعض الناس تعتقد ان السوائل ممكن هو يشرب اي نوع من السوائل. انا اتوقع ان نحن يوم نتكلم عن السوائل اللي يحتاجها الجسم، معناته نسبة الماء اللي يحتاجه جسمنا نحن وتحتاج الاعضاء على اساس انها تشتغل بشكل سليم، وليست يعني المشروبات اللي تعتقد بعض الناس اذا كانت مشروبات غازية او عصائر او ما شابه ذلك. لو تحبين تكلمينا في هذا الجانب، وايضا انت ذكرتي يعني كثير من الحالات انتم تستقبلونها في العيادة استاذة فاطمة اللي هم عندهم مشكلة في الصدر داع، فيعني بعد التشخيص يتبين بأن الشخص هذا يمكن ما أخذ حصته من السوائل، فما هي الحصة؟ يعني كم كمية الماء اللي يحتاجها الشخص خلال اليوم؟ واللي أنا عارفه بعد أيضا للرجال حصص خاصة ونسبة تختلف أيضا عن النساء والأطفال. طبعا هي تختلف من شخص للثاني، خاصة عن المراحل العمرية، بس احنا بشكل عام دائما نفهمهم انه المفروض ياخذون الكميات اكثر عن 8 أكواب للاشخاص اللي يتابعون نشاط عادي، مثلا ممارسة رياضة عادي، يعني ما عندهم ممارسة رياضة. اما الناس بشكل عام وبين لتر ونص لترين ونص من الماء يوميا المفروض يستهلكونه، اما عند الرياضيين ممكن يوصل لاكثر من 3 لتر هذا يوميا للرياضيين. بالنسبة للماء الكبار، الناس الكبار مثلا أو ما يقدرون نشاط عادي يعني نشاط بدني عالي، ممكن يأخذون أكثر عن 8 أكواب، بس عشان يعرفون بشكل عام ممارسة الرياضة للناس البالغين أو الناس اللي يمارسون رياضة ممكن يضربون رقم معين اللي هو ما بين 30 أو 33 في الوزن الحالي اللي هم عليه، فبيطلع لهم مثلا نسبة الماء بشكل يوم كم يوم يعني كم لتر في اليوم. مثلا إذا أنا كان وزني 70 وضربت مثلا في 33 أو 30 هذا يطلع لي تقريبا 2 و300 ملليلتر في اليوم، فهذه الكمية اللي نحتاجها كشخص عندي هذا الوزن اللي هو 70. نعم. تضرب الوزن في 33 أو 30 هذا يعطيهم بشكل يومي لمدة 24 ساعة الماء اللي هم محتاجينه. نعم. مع تجنب المنبهات مثل ما ذكرت، لأن أحيانا الإنسان يقول لك لا أنا أخذت نفس الكمية من الماء اللي أنت ذكرتي لي إياها لكن بعد عندي نقص في السوائل بعد حسيت، لأنه هو ما وقف المنبهات مثل الشاي والقهوة والمشروبات الغازية، فهاي تساعد على جفاف الجسم. المفروض احنا ما نفرق فيها ونستبدل، بدل ما ناخذ المنبهات هاي الكميات الكبيره نستبدلها مثل ما ذكرنا احنا بالحليب لان فيها كالسيوم فيها بروتين، ونقلل بعد في اشخاص معين خاصه الرياضيين مثل ما بالضبط ذكرتهم ان مثلا ياخذون كميه كبيره من البروتين ويحسون بعد فتره ان عندهم جفاف وعندهم صداع، وهذه صارت في بعض الرياضيين بسبب انه ياخذون كميه كبيره من البروتين مو محسوبه. صحيح. فاحنا دائما نذكر يعني دائما فهم لازم يحسبون كل واحد كم يحتاج من البروتين وتقسم على الوجبات الرئيسيه اللي هم محتاجينها، ما تاخذها في وجبه واحده لان حصه البروتين تحتاج عشان الانسان يهضمها كميه كبيره من الماء، وبالتالي يفقد الكميه هذه ويصير عنده عرضه للجفاف. صحيح. دائما فهمهم انه ما يتعرضون للشمس والحراره المباشره فترة النهار. نعم. وهي مثل ما ذكرتي أستاذة فاطمة، يعني المفروض أن تصبح يعني ثقافة عند الإنسان. يعني أنت اليوم من خلال حديثك ويانا عن أهمية المشروبات، يعني السوائل عفوا أو الأطعمة، هناك طبعا وايد خيارات الشخص عنده، يعني مو بلازم أنه يشرب بس الماء على أساس أنه يحافظ على نسبة السوائل في الجسم. يعني عند الأغذية اللي من خلالها ممكن يحصل على السوائل مثل ما ذكرتي الفواكه وأيضا الخضروات، وأيضا هناك بعض السوائل اللي ممكن تكون أيضا بديلة في بعض الأحيان للماء، ولكن الشخص لابد أنه يكون على وعي كامل بأن الجفاف مضر.
يعني مضر له مثل ما انت ذكرتي، ومضر لاعضاء الجسم. وانا ايضا كنت اقرا الحقيقه يعني اختفاض من قبل يومين عن الجفاف، للاسف انه يعني ممكن الانسان يصاب بالجفاف ولكن اعراضه مش ما توضح يعني في نفس الوقت الا بعد ما حس بتعب يعني يمكن مزمن، فبعد ما يراجع الطبيب فتلقين يعني تلقين الدكتور يقول له ان انت عندك جفاف ولازم نحط لك المحلول على اساس انه تعوض الجفاف اللي عندك. فالجفاف بشكل عام مستمعينا الاعزاء مضر للجسم، والموضوع هو سهل انك انت دائما تخلي جسمك نسبه السوائل اللي فيه على مستوياته الطبيعيه. استاذه فاطمه، خلال عندنا يمكن دقيقتين معاك، حابين الحقيقه تعطينا مستمعينا الاعزاء نصائح حول موضوع الجفاف، وايضا ذكرتي انت يمكن جانب مهم جدا للاشخاص الرياضيين لتفادي الجفاف ايضا. صحيح. طبعا احنا اول شيء نذكر الماي بالنسبه للناس اللي هم ماسين حياتهم الروتينيه العاديه مع درجه حراره عاديه، ياخذون مثلا الماي ما بين 2 لتر ل 2.5 لتر هذا في اليوم. اما للرياضيين يستخدم مثل ما قلنا 3 لتر في اليوم. بعد دائما نقول اذا صار مثلا ان في صالات رياضيه للرياضيين ما شوف فيها رياضه، يفضل ان ما ياخذون الصالات المغلقه، تكون الرياضه في الهواء افضل، وما يكون حامل ينامهم هرشة الماء اللي خاصة لهم. بعد ترطيب الجسم لازم يكون قبل الرياضة تقريبا ساعتين، تقريبا يكون ما بين 500 ملي لتر من الماء قبل ممارسة الرياضة، وخلال الرياضة بعد يحتاج الشخص سوائل تكون ما بين تقريبا 100 إلى 150 ملي لتر أثناء التمرين، وبعد التمرين بعد يحتاج 500 ملي لتر عشان يعوض الفاقد خلال التعرق. بعد احيانا الانسان فتره الرياضه يحس بالعطش فيتلقاه بسرعه يركض عشان يشرب الماء. احنا دائما نقول ما يتريى نفسه الا ما يشعر بالعطش، لازم ياخذ بهالطريقه قبل الرياضه واثناء الرياضه وبعد الرياضه. اما بالنسبه لطريقه الماء ممكن ياخذها دفعه واحده، ممكن ياخذها على طريق مثلا يشرب الماء شوي شوي او رشفات مثل ما نقول أشخاص صغيرة. يتجنب بعد شرب الماء أوقات ارتفاع معدل التنفس عنده، لأن أغلب الناس يشوفون عمرهم ارتفاع عندهم معدل التنفس قال أنا أكيد عطشان أكيد أنا هنا، يفضل أن يخفف شوية لما يشوف معدل التنفس عنده بدأ يقل يشرب الماء عشان ما يشعر، لأن أغلب الناس اللي يشربون وقت ما يكون معدل التنفس عندهم عالي يشعرون بعد ما يشربون الماء بآلام في المعدة. فإحنا دائما نقولهم تريث على عمرك لما يكون عندك معدل تنفس طبيعي ينزل مستوى الطبيعي بعدين يشرب الماء على راحته. يعطيك العافية أستاذة فاطمة الخروصي، وسعيدين جدا حقيقة وجودك معنا اليوم في برنامج صحة وسعادة للحديث عن هاي المواضيع المهمة اللي تهم صحة الإنسان، وبالأخص خلال المرحلة الحالية مرحلة الصيف، وأيضا الأغذية والمشروبات اللي تساعد على ترطيب الجسم. شكرا جزيلا لك. حياك الله، مع السلامة. مستمعينا الأعزاء، مع السلامة أستاذة فاطمة. تحديث بيانات شهادة تطعيم كوفيد-19، حديثنا بيكون مع الأستاذة فاطمة الخاجة مدير إدارة سعادة المتعاملين بهيئة الصحة بدبي ورئيس فريق إدارة مواعيد تطعيم كوفيد-19. بعد الفاصل خلكم ويانا. صحة وسعادة، مستمعينا الأعزاء رجعنا لكم مرة ثانية، ويا مرحبا بكم وسهلا في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعة نور دبي. نذكركم بأرقام التواصل مستمعينا الأعزاء على الأرقام 600-5514-14 وعلى الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. وحول موضوع تحديث بيانات شهادة تطعيم كوفيد-19 مستمعين الأعزاء، دائما تسعى هيئة الصحة بدبي وبشكل مستمر إلى تطوير وتحديث خدماتها المتعددة، وهذا لتعزيز قدرتها على الاستجابة المستمرة والقصوى لاحتياجات وطلبات وتوقعات متعاملين هيئة الصحة بدبي. أيضا أطلقت الهيئة مؤخرا خدمة الواتساب لحجز مواعيد اللقاح ضد
ضد كوفيد 19، وأيضا طالبت الهيئة متعاملينها بتحديث بياناتهم الشخصية على شهادة تطعيم كوفيد 19 لتكون أكثر قدرة على خدمتهم بالشكل الأمثل. مستمعين للحديث عن هذا الموضوع شرفني اليوم تكون معايا الأستاذة فاطمة الخاجة، مدير إدارة سعادة المتعاملين وأيضا رئيس فريق إدارة مواعيد تطعيم كوفيد 19 بهيئة الصحة بدبي. أستاذة فاطمة صباح الخير. نعم مستمعينا الأعزاء، حديثنا اليوم بيكون مع الأستاذة فاطمة الخاجة عن تحديث بيانات شهادة تطعيم كوفيد 19 بهيئة الصحة بدبي، وأيضا هناك بعض المبادرات الجديدة اللي أطلقتها هيئة الصحة بدبي. اليوم بنركز على أحد القنوات التواصل التي تم إطلاقها بهيئة الصحة بدبي، هي خدمة الواتساب، وبإمكانكم مستمعينا الأعزاء ومتعاملين هيئة الصحة بدبي لحجز مواعيد اللقاح ضد كوفيد 19 عن طريق خدمة الواتساب، وأيضا هناك خدمات أخرى بإمكانكم الاستفادة منها من خدمة الواتساب هيئة الصحة بدبي عديدة، وبنتعرف عليها أكثر مع الأستاذة فاطمة الخاجة من هيئة الصحة بدبي كيف يتم الاستفادة من خدمة الواتساب. الأستاذة فاطمة الخاجة مدير إدارة سعادة المتعاملين معنا عبر الهاتف، صباح الخير أستاذة فاطمة. صباح النور أخ عبد الله، مرحبا. الله يحييك، سعداء جدا وجودك اليوم ويانا الأستاذة فاطمة الخاجة. والحقيقة دائما يعني هيئة الصحة بدبي تسعى وبشكل مستمر إلى تطوير وتحديث خدماتها المتعددة، ولطبعا الاستجابة بشكل مستمر مثل ما ذكرنا لاحتياجات ولتوقعات المتعاملين. أستاذة فاطمة، حابين في البداية أن نتحدث معك عن البيانات أو تحديث البيانات لشهادة تطعيم كوفيد 19، وأيضا نحبنا تعطينا نبذة عن هاي الخدمة بشكل عام. مثل ما قلنا نعرف أخ عبد الله، اليوم بطاقة كوفيد صارت وحدة من أهم المستندات اللي يحتاجها المتعاملين خلال هاي الفترة. وهيئة الصحة في دبي طبعا حريصة كل الحرص أن تكون بطاقة التطعيم هاي بالجودة المطلوبة وتكون محدثة باستمرار بحيث يقدر المتعامل أن يستفيد منها. فعندنا متعاملين أخ عبد الله بيحتاجون أنهم يعدلون على بياناتهم الشخصية في بطاقة التطعيم، على سبيل المثال تحديث رقم جواز السفر. فمن خلال هاي الخدمة هو بيقدر يحدث، بيقدر يطلب طلب تحديث لهاي البيان في الشهادة، وبنقدر نحدثها من عندنا. ومؤخرا ما يخفى عليكم جميعا يعني أن في بعض المتعاملين كانت عندهم تحديات بسيطة في بطاقة التطعيم. سواء بخصوص البيانات اللي متوفرة في البطاقة أو حتى عدم ظهور البطاقة على تطبيق الحصن. فهني بغاسبة بالهيئة وفرت هاي الخدمة بخطوات بسيطة جدا تمكن المتعاملين من أنهم يتواصلون لنا يقدمون الطلب بهالخصوص. نعم طبعا، هذا ان جنرال يعني نبدأ عن الخدمة. صحيح. وهي خدمة يعني بيحتاجها المتعامل، فحرصت الهيئة على توفيرها. نعم، ومثل ما ذكرتي أستاذة فاطمة بأن يعني في هناك بعض التحديات مثل ما ذكرتي، ولكن مهم جدا مستمعينا الأعزاء مثل ما ذكرت الأستاذة فاطمة تحديث البيانات على أساس أن أيضا بإمكان أن يعني تكون النتائج موجودة في نظام الحصن. لابد أن كل البيانات اللي يحتاجها النظام تكون متوفرة وتكون أيضا يعني يتم تحديثها بشكل مستمر. أستاذة فاطمة، الفئة اللي تستهدفها يستهدف هاي الخدمة تحديث البيانات بهيئة الصحة؟ أخ عبد الله، كل المتعاملين اللي حصلوا على اللقاح في المراكز الحكومية التابعة لهيئة الصحة في دبي، أو اللي خدوا اللقاح في المراكز الخاصة في إمارة دبي، بنقدر إن شاء الله نساعدهم وبيستفيدون من هاي الخدمة. فكل المتعاملين اللي خدوا اللقاح عندنا في المؤسسات التابعة لهيئة الصحة في دبي. نعم. وأيضا أستاذة فاطمة، ما هي يعني الطريقة اللي يمكن التواصل معكم؟ هل هو الرقم الموحد لهيئة الصحة بدبي، أو أنه في رقم يعني خاص لهاي الخدمة؟ هاي الخدمة تمت إتاحتها أخ عبد الله من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة. نعم. dha.gov.ae حاليا الخدمة متاحة من خلال الموقع الإلكتروني، وخلال الأيام الجاية إن شاء الله بيكون الخدمة نفسها متاحة من خلال التطبيق الذكي للهيئة. حرصنا أن الخدمة تكون سلسة، خطواتها بسيطة بحيث أن تجربة المتعامل تكون فيها وايد سهلة. يعني هو بمجرد دخوله على الموقع الإلكتروني لهيئة الصحة في دبي
يقدر يختار الخدمة ويدخل على الخدمة إما من خلال المنيو الرئيسي للخدمات مال كوفيد أو من خلال بانر كبير حاطينه نحن في الموقع بمسمى خدمة شهادة التطعيم. مجرد هو يدخل على الخدمة بيكون في فورم المتعامل يقدر يعبي فيه البيانات الأساسية مثل المركز اللي خدع فيه اللقاح، بيانات الهوية ورقم الهاتف. طبعا هو مجرد ما يعبي هاي البيانات الأساسية الكيف يتسجل في السيستم الإلكتروني عندنا ويوصل للفريق المعني لاتخاذ اللازم بشأن تحديث هاي البيانات في شهادة التطعيم. وطبعا بمجرد ما هو ما يتم التحديث على البيانات من قبل الفريق المعني يوصل المتعامل رابط بشهادة التطعيم، فهني هو هالرابط بيكون لشهادة التطعيم بعد التحديث، بعد الطلب اللي هو قدمه وبعد التحديث اللي تم من قبل الفريق المعني. صحيح. والجميل مثل ما ذكرتي استاذة فاطمة بأن أغلب المبادرات اللي تم إطلاقها بهيئة الصحة بدبي دائما تحرصون على أنها تكون يعني قنوات التواصل للحصول على الخدمة هاي مختلفة مثل ما ذكرتي، وليس هي يعني طريقة واحدة ولا آلية واحدة. فالهدف هو أن دائما تسهيل وصول أو الحصول على الخدمات هاي بطرق مختلفة وقنوات تواصل مختلفة أيضا. بالضبط. أستاذة فاطمة، نحن أيضا نحب أن اليوم نتعرف أكثر على يعني أحد المبادرات الجميلة والخدمة المميزة اللي أطلقتوها في هيئة الصحة بدبي، ألا وهي حجز مواعيد لقاح كوفيد-19 من خلال الواتساب. فلو نتحدث عن هاي الخدمة قليلا، ولكن خلني بس على السريع أذكر مستمعينا الأعزاء أن معاي اليوم عبر الهاتف الأستاذة فاطمة الخاجة، مدير إدارة سعادة المتعاملين ورئيس فريق إدارة مواعيد تطعيم كوفيد-19 بهيئة الصحة بدبي، وبإمكانكم التواصل معنا أو مع الأستاذة فاطمة مباشرة على الأرقام 600-551-414 وعلى الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. تفضلي أستاذة فاطمة، نتحدث معاك عن خدمة الواتساب. مثل ما نعرف إحنا قناة الواتساب من القنوات الجديدة اللي استحدثتها هيئة الصحة بداية أزمة كوفيد 2020. بدايتها كانت الخدمة تقدم كل الخدمات المعلوماتية، يعني كانت مختصة بتوفير كل الاستفسارات اللي يحتاجها المتعامل فيما يخص كوفيد. طبعا القناة يتم استخدام فيها تقنية الذكاء الاصطناعي AI، بالإضافة إلى وجود لايف ايجنت موظفين من هيئة الصحة متواجدين على مدار الساعة بحيث أنهم يردون على أي استفسار ما قدر المجيب الآلي الذكي أنه يرد عليه. بداية 2021 طبعا ومع وجود حملة التطعيم تمت إضافة كل المعلومات الخاصة واللي يحتاجها المتعامل بما يخص الحملة. ومؤخرا مثل ما ذكرت أخ عبد الله، تمت إضافة واحدة من الخدمات الإجرائية غيرها عن المعلومات اللي هي خدمة حجز المواعيد من خلال الواتساب. طبعا مثل ما تفضلت أخ عبد الله، نحن هيئة الصحة حريصين كل الحرص على دعم وتسهيل تجربة المتعاملين في حجز المواعيد، وأن نوفر قنوات متنوعة على مختلف المنصات بحيث أنها تتناسب مع احتياجات المتعاملين وتفضيلاتهم. يعني نحن اليوم نعرف أن الواتساب كل حد يستخدمه. صحيح. يمكن صح أن الخدمة متاحة عندنا كانت من خلال مركز الاتصال حجز الموعد للقاح كوفيد ومتاحة عبر التطبيق الذكي، لكن استل الهيئة حريصة أن توفرها حتى من خلال الواتساب بحكم احتياج يعني سهولتها في الواتساب بتكون أسهل كخطوات وكإجراءات. إذا حد ما جربها يعني ندعوهم حتى أنهم يجربونها من خلال الواتساب. والله أنا جربتها وشفتها وايد سهلة. جميل. وحلو أن أستاذة فاطمة أيضا أنت ذكرتي بأن يعني على الرغم بأنه يعتبر يعني من الخدمات الذكية اللي أطلقتوها أنتوا لتسهيل يعني الخدمة للمتعاملين، أيضا هناك جانب آخر أنتوا حرصتوا عليه، أن إذا كانت هناك أي تحديات في أشخاص أيضا موجودين لي يعني مساعدة الناس ولي يعني يعني تقديم الخدمة لهم. بالضبط. هو دائما اوبشن التحدث مع احد الموظفين متاح في كل الكونفرسيشن بين المتعامل والواتساب، فهو قادر انه يوصل للمتعامل للموظف في اي وقت. صحيح. استاذة فاطمة، يعني بجانب خدمة اخذ المواعيد للقاح كوفيد-19، ما هي ايضا الخدمات الثانية اللي ممكن من خلال الخدمة الواتساب يكون متاح لمتعاملين هيئة الصحة بدبي؟ احنا
احنا مين اللي مثل ما ذكرت انا قبل كل المعلومات كل الخدمات المعلوماتية مثلا الاستفسارات الخاصة بكوفيد سواء الاجراءات المطلوبة للعزل والحجر الأشياء الخاصة شروط على سبيل المثال أخذ التطعيم موانع أخذ التطعيم هاي كلها خدمات معلومات متوفرة في القناة بالإضافة إلى أن ممكن الواحد من خلال خدمة الواتساب يحجز الموعد ينشئ له رقم ملف صحي إذا ما كان عنده ملف صحي مسبقا مع هيئة الصحة في دبي يمكن له أن يضيف رقم ملف صحي للعائلة الخاصة فيه بالأكاونت ماله من خلال الواتساب أيضا والأشياء الجميلة اللي اشتغلنا فيها مع فريق الاتصال الحكومي عندكم أخ عبد الله في أن نوفر مواد تثقيفية وأرشادية سهلة حق المتعاملين فنحن من خلال قناة الواتساب نقدر نشارك أي متعامل الأرشادات اللي هم محتاجينها وغيرها بصورة جدا بسيطة من خلال سواء بوستات معينة أو فيديو قصير وهاي الأشياء كلها تعتبر إيزي أن الواحد تشارك من خلال الواتساب صحيح وأكيد أستاذة فاطمة يعني أنتوا من خلال إطلاق المبادرة هاي أكيد هناك كانت دراسة وكانت هناك ملاحظات توصلكم من المتعاملين بيعني تحدياتهم فمن خلال يعني دراستكم لهذه التحديات أو الملاحظات أو الشكاوي يعني قمتوا الحقيقة بطرح هاي المبادرات والهدف منها هو دائما مثل ما ذكرنا بتحسين وتطوير الخدمات بهيئة الصحة بشكل مستمر ويعني الجانب اللي ذكرتي فيه أستاذة فاطمة وايد الحقيقة مهم للمتعاملين وبالأخص يعني تم إطلاق يعني مبادرة خدمة واتساب كانت في ظل ظروف يعني تكون صعبة لبعض المتعاملين وصولهم لمراكز الصحية أو المستشفيات لعمل بعض الخدمات اللي يحتاجونها فنقطة إنه يعني أو الموضوع إصدار رقم صحي أستاذة فاطمة في بعض الأحيان أو بعض الأوقات يحتاج إلى بعض المستندات وأن الشخص لازم يوصل المستشفى أو المركز الصحي لإصدار رقم صحي ولكن يعني سهلتوا الإجراءات يعني بشكل كبير جدا أن من خلال الخدمة الواتساب بإمكانه أيضا أن يعني يصدر رقم صحي بحيث أنه يقدر يتعالج ولكن أستاذة فاطمة نحن نباك تشرحي لنا شوي أكثر في حال إذا الشخص أو النظام يحتاج إلى يعني تقديم بعض المستندات كيف ممكن أن يعني المتعامل يوصل هاي المستندات على أساس أنه يحصل الخدمة أو الرقم بشكل سهل أيضا من خلال خدمة حجز الموعد في الواتساب لو بنتكلم عن الخطوات كيف ممكن الشخص أو المتعامل يحجز الموعد في الواتساب وبكل بساطة بداية عشان أنا أقدر أستخدم الخدمات المتوفرة في الواتساب لازم أخزن رقم الواتساب للهيئة اللي هو 8342 مثل ما تفضلت ضمن قائمة الاتصال الخاصة فينا في المتعامل عفوا بعدين يبدأ المتعامل بالمحادثة مع الشانل يعني نفسها ويكتب مثلا مرحبا أو هاي أو whatever بس to start the conversation بيننا عقبها بيقرأ بيشوف كل الخدمات المتاحة فإذا وصلنا لمرحلة أنه محتاج بيحجز الموعد وما عنده رقم ملف صحي فبيطلع له باي ديفولت يعني مسج أنك أنت الرقم اللي تكلمنا منه لا يوجد عليه رقم ملف صحي لإنشاء رقم ملف صحي أو لربط ملفك الصحي الحالي الموجود يكون موجود رابط إلكتروني يضغط عليه فيوديه عند الخدمة الرئيسية الذكية اللي موجودة على الموقع الإلكتروني للهيئة جميل. من خلال الرابط هو يقدر أيضاً أن يربط رقم الملف الصحي مع الرقم الأكاونت اللي هي تصل منه للواتساب أو إذا ما عنده رقم ملف صحي ممكن أنه ينشئ الملف الصحي من خلال الرابط ومن خلال الرابط يقدر يرفع المستندات المطلوبة الخاصة بالخدمة المعنية اللي هو مختارنها والحلو أن عقب هو ما يخلص البروسيس المطلوب منه أو رفع المستندات المطلوبة أو ربط الملف الصحي في الموقع الإلكتروني يكون فيه هناك دايركت لينك ويضغط عليه يقول له العودة للواتساب يعني هني هو بيرد يكمل البروسيس على الواتساب بدون ما يبدأ من أول وجديد بيوصل عند نفس المرحلة اللي هو انتهى فيها عند هاي الخطوة بيكون هو حين انتهى من ربط رقم الملف الصحي مع رقم الأكاونت الخاص بالواتساب عقبها بيقدر يكمل إجراءات حجز الموعد إذا ياسين نحن نتكلم نحن عن إجراءات حجز الموعد فبيتطلع لك أول شيء قائمة كل المراكز اللي متوافرة فيها مواعيد مثل ما نعرف هيئة الصحة عندها أكثر من مركز صحيح. وأغلبيتها فيها الحمد لله الكباسيتي مالها كبيرة فالواتساب يوم بيعطي الخيارات بيعطي الخيارات اللي فيها مواعيد متاحة وبيحجب عن المراكز اللي ما تتوفر فيها مواعيد قريبة
ومجرد ما يختار اسم المركز بيختار بعدها الموعد اللي يناسبه كتايمينج وكتاريخ، وبتوصله رسالة تأكيد للموعد على الواتساب وذن المحادثة. بيكون عنده رسالة تأكيدية فيها تفاصيل كل الموعد، فيها الموقع اللوكيشن للموقع المركز اللي هو حجز فيه الموعد، بالإضافة إلى نموذج الموافقة الكونسنت فورم لأخذ التطعيم. وطبعا إحنا ما نخفى عليك، إحنا دائما نطلب مساعدة الجمهور في تطويرنا لخدماتنا، فنهاية الخدمة نهاية الكونفرزيشن في مسج تطلع للمتعامل تطلب منه تقييمه للخدمة، بحيث أن إحنا مثل ما نقول دائما إحنا المدخل الرئيسي لتطوير الخدمات وتحسينها وغيرها هي كلها ملاحظات المتعاملين مثل ما تفضلت أخ عبد الله. فحرصنا أنها تكون موجودة من بداية إطلاقنا للخدمة، بحيث أن من البداية نرصد كل الملاحظات كل الفيدباك والأمور التطويرية، بحيث أن إحنا نقدر نطور الخدمة أول بأول حسب ما يحتاجها المتعامل. نعم، وهذا طبعا أستاذة فاطمة يعني توجه ملحوظ الحقيقة من قبل إدارة يعني سعادة المتعاملين بهيئة الصحة بدبي، وانت ما شاء الله عليك أستاذة فاطمة مديرة الإدارة وأيضا رئيس فريق إدارة المواعيد بهيئة الصحة بدبي. استراتيجية الحقيقة جميلة جدا، يعني انت يوم تتحدثين معايا انا ياس افكر ان يعني الخدمات هاي اصبحت اليوم مثل يعني شبكة خدمات ذكية متواصلة مع بعض، والهدف فيها يعني تقديم خدمة سهلة للمتعاملين، لأن نحن اليوم مستمعينا الأعزاء هيئة الصحة بدبي تعتبر يعني جهة خدمية تقدم خدمات، ولكن ليست خدمات عادية، الخدمة اللي هي تمس سعادة الإنسان وأيضا تمس صحة الإنسان. فأكيد يعني أستاذة فاطمة تأخذون بعين الاعتبار كل هاي الإجراءات اللي دائما من خلالها يعني تسهيل الإجراءات للمتعاملين. حابين أكثر أستاذة فاطمة نعرف عن خدمة الواتساب، إذا كانت طبعا هناك شروط للاستفادة من هاي الخدمة لحجز المواعيد. حجز الموعد أخ عبد الله متاح لكل الفئات المستهدفة في حملة التطعيم من عمر 12 سنة وفوق، ما في أي شروط معينة لحجز الموعد من قناة الواتساب، لا. شروط حجز الموعد عبر كل القنوات هي نفسها، يعني سواء من مركز الاتصال من الواتساب من التطبيق الذكي هي نفسها، اللي نطلب فيها دائما توفر رقم ملف صحي للجميع وإقامة سارية الصلاحية الصادرة من إمارة دبي للأخوة المقيمين في إمارة دبي، فهالشرطين هم الأساسيين اللي عندنا. ومثل ما تفضلت قبل أخ عبد الله احنا ذكرنا أن حتى إنشاء الملف الصحي مدرج ضمن الخدمات المتاحة في الواتساب. هاي بشكل عام الشروط الخاصة بتقديم الخدمة بحجز الموعد، لكن احنا اليوم نقول أن احنا بدينا الخدمات الإجرائية من خلال الواتساب اللي هي حجز الموعد، وشغالين إن شاء الله على تطوير وإضافة خدمات أكثر. يعني اليوم احنا بس عندنا حجز الموعد من خلال الواتساب، لكن إلغاء الموعد وتعديل الموعد استل مش موجودة مهم في الواتساب، موجودة بس على التطبيق والكول سنتر. فهاي الأشياء اللي احنا حين شغالين فيها مع الفرق المعنية بإضافتها في القريب العاجل إن شاء الله. نعم أستاذة فاطمة، يعني أنت بالأخص دورك اليوم في إدارة سعادة المتعاملين بأخذ ملاحظاتهم، وأيضا إذا كانت هناك بعض التحديات لي مثل ما ذكرتي وتفضلتي بأن دائما أخذ الملاحظات ويعني الآراء والأفكار دائما هدفها كاستراتيجية هيئة الصحة تطوير الخدمات بشكل مستمر. إذا نتحدث عن خدمة اليوم الواتساب، يعني شو تقدرين تقولي لنا أستاذة فاطمة عن رأي المتعاملين عن الخدمة هاي ومدى استفادتهم الحقيقة بالخدمة هاي وسهولتها عن يعني خدمات هيئة الصحة بدبي؟ احنا مبدئيا بدينا نشوف بس الإحصائيات وأعداد الناس اللي استفادت من هاي الخدمة. يعني احنا مجرد ما أعلننا عن الخدمة اللي هي كانت تقريبا الأسبوع اللي طاف لين اليوم أكثر من 162 ألف انتراكشن عفوا صارت بين المتعاملين وعندنا، وده هاي بس مجرد ما أعلننا عن خدمة حجز المواعيد من خلال الواتساب. ولو بنتكلم من بداية الجائحة نتكلم عن أكثر عن 700 ألف انتراكشنز كانت مع الخدمة نفسها في الواتساب كشانل. يعني فإحنا اليوم لاحظنا أن حاجة المتعاملين كانت لخدمات إجرائية، إضافة خدمات إجرائية ضمن الواتساب كانت واحدة من أهم الأشياء اللي لمسناها أن المتعاملين يحتاجونها. إمكانية أن نحن نضيف خدمات إضافية
ونربطها بالموقع الإلكتروني صحيح. ولا تكون عندنا خدمة متكاملة، كانت واحدة من أهم الأشياء. نفس الشيء الفيدباك اللي وصلتنا، ولدو أنها كانت موجودة في خطة عمل الفريق، لكن بعد كانت هي واحدة من أساسيات اللي وصلتنا من قبل المتعاملين. وإذا بتخليني أضيف أخ عبد الله، نحن صوت المتعامل نسمعه من أكثر من قناة. يعني مثل ما تعرف في إدارة سعادة المتعاملين، إحنا نتكلم عن إدارة كافة قنوات تقديم الخدمة، سواء السوشيال ميديا، الواتساب، الأنظمة المؤسسية للشكاوى والاقتراحات، مبادرة وصل صوتك. فهي كلها عندنا قنوات ومدخلات لصوت المتعامل صحيح. بحيث أن نقدر نسمع له، سواء لملاحظات على المراكز، على القنوات الديجيتال، أو الأمور الثانية، اقتراحاتهم في هاي الخصوص أو متطلباتهم. فالحمد لله عندنا فريق متخصص، فريق كفو الحمد لله، يشاد فيه بصراحة، خاصة الفريق اللي شغال على السوشيال ميديا. نعم. شغالين 24/7. السوشيال ميديا مثل ما تعرف لازم يكون فيزيكال، بني آدم يالس ويرد عليهم بحكم طبيعة الخدمة يعني. فهاي الأشياء كلها متاحة الحمد لله ونستفيد منها. ومثل ما قلتهم يعتبرون نعم. مدخل أساسي. نعم. الملاحظات اللي تصلنا مدخل أساسي لعملية التطبيق. يعطيك العافية أستاذة فاطمة، الحقيقة سعداء جدا وجودك معنا اليوم في برنامج صحة وسعادة للحديث عن هذه الخدمات والطرق الجميلة للتواصل مع المتعاملين المتنوعة أيضا. شكرا لك أستاذة فاطمة الخاجة، مدير إدارة سعادة المتعاملين ورئيس فريق إدارة مواعيد تطعيم كوفيد-19 بهيئة الصحة بدبي. أخ عبد الله، والشكر بصراحة موصول لكم على إتاحة الفرصة بتعريفنا للجمهور بهاي الخدمات وإمكانية الاستفادة منها. الله يبارك فيك، واجبنا طويلة العمر. شكرا جزيلا مستمعينا الأعزاء، وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم. نتمنى إن شاء الله أن الحلقة قدمت لكم معلومات صحية مفيدة، وهذا هو دائما نهج هيئة الصحة بدبي نحو مجتمع أكثر صحة وسعادة. أحب أن أشكر فريق العمل المبدع معاي اليوم، فريق الإعداد بهيئة الصحة بدبي، وفي التنسيق والمتابعة الأخت ميرا الغفلي، ومخف إخراج مخرجنا المتألق دائما الأستاذ وائل قواسمة. وتقبلوا تحياتي أنا عبد الله محمد جمعة، ودمتم جميعا بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.